هي لفتة لطيفة جدا من البرازيل والبرازيليين ان هم يعني يهتموا ان هم يعملوا تمثال لمارادونا، وخصوصا ان احنا بنتكلم على البرازيل حيث بيليه بقى ورونالدو ورونالدينيو. بس برضه مارادونا غير ومارادونا يعني معشوق، مش معقول معشوق الجماهير، بس هو فعلا كده يعني هو فعلا لو هنتكلم رمز كبير جدا، مش فكره بس مشجعين من نادي معين او من بلد معينه، العالم كله كان بيحبه يعني، فيستحقها بصراحه. كان عجيب على فكره مارادونا، كان حاله استثنائيه في بداياته كمان، كان اكثر من رائع. وايه الكاريزما دي، وايه على رايك ايه محبه العالم كله ليه؟ وعايز اقول لك يعني يوم الرحيل، يوم وفاته، يعني العالم كله كان حزين بالمعنى الحرفي للكلمه، على فكره بما فيهم الناس اللي ما لهمش قوي في الكوره، لان مارادونا للناس اللي عاصروه حتى لو ما كانوش يعني اشخاص كرويين قوي، بس عارفين كويس قوي قيمه وقامه مارادونا. ده حقيقي، واسم حتى اللي ما يفهمش في كره القدم عارفه، واللي مالوش في كره القدم عارفه، وحتى وقت وفاته، لان كان عليه علامه استفهام كتير موضوع وفاته، وناس كتير كانت عارف لما بتدافع او عايزه تعرف الحقيقه، حتى يعني كانهم من العيله، فدي كلها ان دلت على شيء فتدل على عظمه الشخصيه. زي ما بنقول الشخص بيرحل ولكن التاريخ بتاعه او اعماله هي اللي بتبقى.